إذا مشاهدينا الكرام نتواصل معكم من جديد كما تتواصل علينا الأخبار من هناك من الميدان الشمالي، حيث استطاع النبيه لجابر بن حمد بن مسعود المري انتزاع ناموس الشوط الأول الرئيسي هناك، وبالتالي سجل بذلك أفضل توقيت زمني 3 دقائق بالوفاء والتمام. وأيضا تواصل هذا الأداء لجابر بن حمد بن مسعود المري لكذلك ينتزع ناموس الشوط الثاني من خلال فوز عرقان أيضا لنفس المالك جابر بن حمد بن مسعود. تهانينا أيضا لكل الفائزين سواء هنا في هذا الميدان أو في الميدان الشمالي، حيث نتوحد هنا وتتوحد الأهداف وتتوحد الرسالة خدمة وتنمية لهذا الموروث العربي الأصيل. ننطلق بحضراتكم مشاهدينا الكرام مع هذه البداية ومع انطلاقة الشوط السابع، الشوط الخاص بالحقائق القعدان، ونسير بحضراتكم مع مقدمة هذا الشوط ونرى من يحتل المركز الأول. شاهين يحتل المركز الأول لسيد فهد بن ذروه البريدي، هو من ينطلق ويحتل المركز الأول. الدور على المركز الثاني ولد رياض لعلي بن مبارك الكاموخه المري، النقلة على المركز الثالث، وهنا من يحتل المركز الثالث براق للسيد راشد بن مبارك البوعينين، بينما النقلة على المركز الرابع الآن نرى شواش يحتل المركز الرابع، حمد بن علي بن جبر النعيمي الانتقال على المركز الخامس، وبنشوف لطام الآن يتسلل لناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، ونختتم النداء مع الخمسة المراكز الأولى لنعود مع انتصاف المسافة. هناك شاهين شعار درب، شعار بن ذروة، فهد بن ذروة البريدي يسيطر على المركز الأول، ولد رياض يمارس الضغط وينطلق في المركز الثاني، علي بن مبارك الكاموخة المري المركز الثالث، لطام لناصر بن مبارك بن حباب الهاجري المركز الرابع، يندفع شواش لحمد بن علي بن جبر النعيمي، يا سلام أيضا كذلك يتواصل مشاهدينا الأعزاء من ينطلق الباسل لسيد عامر بن عبيد المري على المركز الثالث، ومن المركز الثالث إلى المركز الثاني، يا سلام شاهين والباسل، شاهين على المركز الأول، فهد بن ذروة البريدي المركز الثاني، الباسر الباسل عامر بن عبيد المري، وغير الباسل، الباسل غير وانتقل الباسل ببسالة إلى المركز الأول، ولكن ولد رياض في المركز الثاني، وعلى المركز الثالث جلمود للسيد علي بن صالح الكريبي، يا سلام الشوط يبغي بسالة، الشوط يبغي شجاعة، الشوط يبغي الباسل. تهانينا إذا لمالك الباسل عامر بن عبيد المري على فوز الباسل بالمركز الأول وانتزاع لناموس الشوط السابع. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فكان من نصيب جلمود علي بن صالح الكريبي، المركز الثالث كان من نصيب الديجور للسيد مبارك بن محمد بن صرير المري، المركز الرابع ولد رياض لعلي بن مبارك الكاموخ المري، والمركز الخامس شاهين لفهد بن ذروة البريدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هكذا إذا توج الباسل ببسالته التي أهلته إلى هذا المركز والتي قادته إلى عالم الأضواء وإلى عالم الصدارة، وبالتالي حظي بمرافقة الكاميرات، وبالتالي التعليق سيكون له أولا في الإعادة للتوقيت الزمني، وهذا أمر دايب عليه المعلقون الزملاء في هذه الرياضة العربية الأصيلة، كتقدير وكاحترام منهم للأسماء المنجزة، الأسماء المبدعة، الأسماء التي تصل أولا إلى خط النهاية، وبالتالي هي من تحجز المقعد الأول على طائرة الإبداع. حياكم الله معنا في الخطوط الشحانية دائما، وعلى متنها نحلق في فضاءات الإبداع الأصيل. التوقيت الزمني للحظة وصول الباسل المشاهدين الكرام 3 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عامر بن عبيد المري على فوز الباسل بالمركز الأول، أما المركز الثاني فجاء فيه جلمود وقطع بدوره مسافة الكيلو متر في 3 دقائق
خمس ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك جلمود علي بن صالح الكريبي. أما المركز الثالث